كثير حلو بيتك. شكرا. ما سألتك مجوزة ولا قاعدة لوحدك؟ كنت. تفضلي. بس هلأ لوحدي. كثير بتعجبني المرأة يلي بتكلي على حالها. يا ستي شكرا على المجاملة. نعم مش مجاملة. عن جد إنه وحدة مثلك معززة مكرمة أكيد بتكون عند بيت أهلها. قوة ومصاري ودليل. ورغم هيدا كملتي دراستك وعم بتفكري كمان تشتغلي. عن جد برافو. بفهم منك يعني مش الحال؟ أنا وعدتك إني رح ساعدك بموضوع شغلك وبعدني عند وعدي. قصتك هيني. المشكلة بقصتي أنا. ما فهمت عليكي. أنا جيت لعندك لأنه في موضوع مهم وضروري وبدي منك تساعديني فيه. أنا؟ شو الموضوع المهم والضروري؟ بخصوص شو؟ بخصوص خيك جبل. بدي منك تساعديني لحتى أشوفه. ها مبروك واخيرا خبر حاله. طول بالك بعد ما صار شيء. وشو ناطر؟ مهر البنت غالي كتير ولازم اعرف كيف جيبه. يا قرابتي هيدا كله نق نسوان، انت عليك تطلبها من بيا. لا انا كنت طلبتها من امها لو قادر اوصل لبيا. انا بحكي لك معه المعلم غازي بيسمعني. لا المعلم غازي طلع من الانفرادة من زمان، جابوا له عنا على الغرفة. شو عم تحكي؟ من امتين ما معي خبر؟ شو عم كذب عليك؟ هلأ كنا عم نتروق سوا. مشان هيك بدك تساعديني؟ وأنا عم أقول لحالي ليش كل هاللطافة والمقدمات؟ ومعزبة حالك وجاية لعندي على بيتي؟ بترجيكي ما تزميني. صدقيني ما خص هاي بهاي. أنا مأكدة إنك حدا قادر يستوعبني. بس مشكلتي إنه ما فيني أحكي. وأنا ما رح أقدر ساعدك. بلا بتقدر تساعديني. أنا كل يلي عم بطلبه إنك تخليني أشوف خيك جبل. مستحيل. تشربي شي ولا مستعجلة؟ يعطيك العافية بنتي. أهلين بقي. شو وينها أمك؟ نزلت لعن خالتي أم جبل. بدك شي بعمل لك شي؟ بدك تكوني مبسوطة وبالك مرتاحة. انتي يا عمري مضوية البيت ومضوية حياتنا كلها، بتستاهلي كل خير. الله يرضى لي عليك. أنا بعتذر، يمكن طريقتي كانت غلط. ما بعرف شو بدي أعمل حتى ما تاخذي فكرة عني إني بلا ذوق. لا، على سلامتك. ما بدي إياكي تخافي مني. نحن ما منخاف من حدا. هيك عشنا وهيك تربينا. لكن شو المانع؟ أنا مستعدة أعطيكي الضمانات يلي بتريحك. ليه؟ كرمال شو؟ ولا ما بعرف شو بدي أقول. ما في داعي تقولي شي. وأنا ما رح ساعدك مهما كانت أسبابك. حتى لو هالشي بغير حياة شخص؟ كيف يعني؟ عن جد ما عم بقدر صدق لك، هي كتير كبيرة.
معقولة أنت؟ معقول نور الإعلامية المشهورة المعروفة تكون بهذا الكذب كله؟ كنت لعبي غيرها يا مخلوقة. لعما معقول وصلتي للي وصلتي له من ورا الكذب؟ بكفي الشاب قبضاي وقت حاله وطلع احسن واحد بالهيبه وما تركنا ولا يوم، بكفي ابن حليل ورايدك. يمي والله مش وقت هالحكي، انا بدي اقول لك اعطيه فرصه للصبي عشو يا باسه هالراس، كرمال مين؟ كرمال صاخر؟ يعني اذا خلصنا من قصه صاخر بدك تفتحي لي قصه سامي؟ انت بس هيك بدك قصه تنكدي لي عيشتي فيها؟ ولك يا بنتي انت اول عاخر ما رح تبقي بهالبيت، وايدي احسن من غيره. بكفي الشاب قاتل حاله ليرضيني كلني. ما بعرف، مش عم بقدر صدقه. دايما في سبب تاني ورا اي شيء، مش عم بقدر صدق حدا. انسي كل شيء قلت لك اياه، بس احكي لي شيء عنه، اي شيء ولو حتى كلمه واحده. جبل رجال، بني ادم تاني غير اللي بتحكوا عنه انتو بالتلفزيونات. كذاب؟ جبل ما بيعرف يكذب. خدي لي هالسطرين لتضيفي لي اياهم ببرنامجك. جبل لو بيعرف يكذب ما كان حط حاله بكل هالمشاكل اللي فوق راسه. طبعا هذا الشيء ما رح تقدري تفهميه، لانه ما بيصدقوا الا يلي بيعرفه واللي عايش معه. العافية يا شباب. أهلين بالزلم. أهلين مال جبل. مرحب. أهلين جبل. ها على كم بدي أبعث وراك؟ شو بين معك شيء؟ لا هلا ولا شيء. هلا بتقعد تشرب لك كوباية شاي، بكونوا إجوا بيخبروني. والله جايني أعود ولا عم يهدى بالي تكة. صلي على النبي. هلا بيجوا بيطمنوه. فوت 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 تشرب شاي تعال. كذاب؟ جبل ما بيعرف يكذب. نور انا ظرفي صعب وما مبين معي شيء لقدام. جبل لو بيعرف يكذب ما كان حط حاله بكل هالمشاكل اللي فوق راسه. ما بدي يكون سبب بأي شيء ممكن يأذيك يا قدام. ما عرفتوا حدا منهم؟ كل الحوارز والدوريات على الطريق جديدة، حتى المفر الشمالي قاصدينه. روحوا ريحوا، أنا بعد وراكم. بأمرك معلم. شو بنا أبو سلطان؟ الشغلة بدها طول البال، ضيقة وبتمرق. لا هي أول مرة ولا هي آخر مرة. دايت، دايت وربي وبلشت تخنقني. شو؟ روق معلم، يمكن الله فرج عليك. قول. معلم جبل، لقيت طريق واحد، وإن شاء الله بثلاث ساعات بتكون بنص بيتك. كيفك أمي؟ أنا بخير الحمد لله. اخواتي عندك؟
لا ما في شيء، بس كنت بدي امرق لحتى اطمن عليكم. بس شوفكم بخبركم. طيب ماشي، امتى ما بدك تعي. شو يعني لوين بدنا نروح؟ يلا امي، الله معك، مع السلامه. يلا في شيء امي؟ مثل العاده، ما في غير ربك يلي بيعرف شو في براس اختك. اخ والله ما حدا عرفان شيء من شيء يا امي. شبنا امي طول بالك، ما في شيء بيبقى على حاله. بكره ان شاء الله بنرجع على بيتنا، وبترجع بتوقف جنب اخوك وبتكملوا شغلكم. يا لطيف قديش في قصص ناطره لتحلوها. يا لطيف بشرفي، ماني مصدق ايمت اطلع من هون. متمني اوصل اليوم قبل بكره. ان شاء الله امي، ان شاء الله ان شاء الله. ايه ما قلت لي وين هدى؟ بالعاده بتطلطل علينا. اهلا وسهلا ست نور، تفضلي. بالحقيقه قبل ما زورك عرفت انك المسؤول مباشر عن قضيه جبل شيخ الجبل. هيدا الملف يلي ما كنا نخلص منه. شو بتشربي؟ ماشي مستعجله شوي، فاضي نفوت بصلب الموضوع. والله الاعلام كله عند حضرتك، يعني اذا انت بتفيدينا. حضرت ضابط، انا مش جاي بصفه اعلاميه، انا جاي اسالك كم سؤال وامشي. بالنسبه للمطلوب يلي عم تدوروا عليه، أكيد حضرتك بتعرف إنه كان ساكن حتى. إن شاء الله أقدر أجاوبك. بدي أعرف وين صرتوا بالتحقيق. عم نفتش. عناصرنا منتشرين بكل بيروت، والدوريات مفروزة بكل شوارعها بكل مداخلها ومخارجها. ناطرين. ناطرين؟ بس هيك؟ بهالبساطة؟ ست نور إذا بتريدي، نحن شغالين على الموضوع وما في داعي لهالحكي كله. إيه بس أنا خايفة، وما رح يهدى بالي قبل ما اعرف وينه. بتعرفي وينه؟ ليه؟ شو ليه؟ بركي رجع وسكن حتى. لا اطمني، هيدا بيحتاط، ما في اذكى منه. طيب ميرسي كثير، اخذت من وقتك. ست نور، هيدا المجرم يلي كان ساكن حدك في مثله متايل، وكلنا لازم نتعاون مع بعض لنحمي البلد منه ومن غيره. يا ابو علي. مور يا معلم، قل لي. الله يرضى عليك، بتحط ايدك مع الشباب وبتساعدهم، لانه ما ضل معنا كثير وقت. بامرك معلم جابر، رح شوف شو بيلزمكم سلاح ورح اعملكم سيارات رح تطلع وراكم. سلاح ما بدنا، في معنى. ومشان السيارات بدي سيارتين، سيارة رح أخذ فيها أمي وأخي، سيارة ورانا فيها أبو علي. ماشي يا زلم؟ تأمر يا معلم. جاهزين؟ يلا شباب. جابر
جبل، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. لك شو جابك لهون؟ ما قالت لك امك ما تتحركي؟ من خوفي عليكم. ما قدرت ضل قاعده وانا ما عم بعرف شو عم بصير معكم. حتى لو كان لك يا منى، جايتك خطره عليكي وخطره علينا. نحن ما ناقصنا بلاوي ومشاكل. منى في عندها كلمتين وكانت ناطره لحتى تجي. طيب ليكنا مجتمعين، شو ناطره تخبرينا؟ خير؟ شو القصة؟ ما بعرف، اسألها. ليش حاسس انه في شيء مصيبة؟ لا مصيبة ولا شيء. كنت جاي لحتى اعرف اذا قاعد تكون مطولة هون. نحن مالنا هون سياحة يا منى. شوفي وراكي. ما كتير متأكدة، بس حاسة انه شغلك المالة عم تكبر وتتعقد. احكي بالمشرمحي، صاير شيء لحتى مخوفك كل هالقد؟ يلي مخوفني منظركم هون وانتم مخبائين. اخباركم صارت على التلفزيونات والفيسبوك وين ما كان. وين ما عم روح وين ما عم بيجي العالم عم تسالني عنكم. لك حتى القصه وصلت لنص بيتي. تتخيل مين كان عندي اليوم مشانك؟ لحظه، واذا عم يجوا لعندك على البيت؟ بيضين لوشنا. والله القصة إذا صارت قضية رأي عام ما بيعود فينا نلمها. المهم هلأ أنا كنت جاي لحتى نبهكم، الشغلة كبرت كتير وصار لازم نحط اللحد. إيه؟ وشو الحل برأيك؟ شوري علينا؟ والله هي مو شغلتي، أنا جاي لحتى أعمل واجبي. هي المصيبة أنتوا اللي حطيتوا حالكم فيها، وانتو بتعرفوا كيف تحلوها. محلولة بإذن الله، انت بس ارميها على الله. احنا يا جماعة قعدتنا هون خلصت اليوم، والليل ان شاء الله بنكون عم نتعشى بالهيبة. منيح اللي جيت، الأكل جاهز. مالي نفس. هلا لما تعرف المفاجأة اللي محضرت لك إياها بصير إلك نفس. مفاجأة شو؟ المطار صعبة تطلع، طلع من البور أحيان لك، حيكون في جماعة ناطرينك هونيك ليأمنوك بباخرة عمرسين، ويصير فيك تتنقل مثل ما بدك باسطنبول. يا أمي والله القصة مو لعبة، أنت متأكد من يلي عم تحكي؟ هذا اللي ميسر والله هلا، ما طالع بإيدنا شي تاني. أنا مالي خايفة على حالي، أنا خايفة عليك وعلى أخوك. أمي جبل معه حق، أساساً نحن شو ناطرين لهلا؟ الشايب ما قصر، عمل اللي عليه والباقي على الله وعلينا. وأنا رح أضل هون لحتى أطلع معكم. طلعتنا مكركبة وما ناقصنا نشيل همك. ما رح أترككم لحالكم. بالله ليش شو تغير هلأ؟ والله يلي تغير إنه حياتكم هلأ كلكم بخطر. ما سمعتي أخي شو عم يحكي؟ أنا ما رح يهدى بالي لحتى أطمن عليكم. منى نحن ما ناقصنا نشيل همك، تيسري هلأ ونحن منخبرك أول بأول، بس نصير فوق لكن الحادث حديث. بدك ترجعي على بيت أهلك، بدك بتبقي ببيتك ببيروت، انت حرة. اي ماشي. جهزي حالك انت واخي يا ربي تعتي من العين. يلا.
ابنها هلا طلعت سيارتها ومشيت. كيفك مرت عمي؟ اهلين ابني، تفضل. كيفك ريما؟ والله صرت استحق اجي لعندكم. اتركني مني، قل لي شو في؟ كل خير. جاي اشوف اذا فاضي تنزل معي مشوار بكره. مشوار؟ لوين هالمشوار؟ ما اشتقتي له لعمي غازي؟ وشو اللي مخليك متاكد هالقد؟ نحن راصدينها كل الوقت. منى طلعت بسيارتها واتجهت للحي دغري. ضلت هونيك حوالي ساعة ونص ورجعت باتجاه بيتها. طبعا ما في سبب يخليها تزور الحي بهالتوقيت غير انها تشوف اهلها. ما بكفي. بدي دليل. بدي شاهد عيان. ما بدي نرجع نضحك العالم علينا من جديد. احترامي سيدنا. في شاب برا من حي الشيخ الجبل صاحب ستان المي بده يشوفك. خلي يفوت فورا. احترامي سيدي، شرف. اخيرا وقعت يا ابن سلطان. عم تبكي؟ وعدنا تكون منيح، وعدنا تدير بالك على حالك وعلى كل شي بتحبه. انت اللي وعديني انك تكوني منيحة وتديري بالك على حالك وتوقفي لي هالبكي. انت حدا كتير منيح وبيستاهل كل خير. رجع كل شيء لمطرحه يا ابو علي، لا تخلي الجماعه يعيبوا علينا. ها يعيب الشوم، شو هالحكي يا مجبل؟ بيتكم ومطرحكم. والله ما قصرتوا وبكرمكم خجلتونا. بعد ما توصلوا بالسلامة الله راد وتظبطوا أموركم، قلنا طلع صوتكم منزوركم ومنطمن عليكم. بيتك ومطرحك بتشرف إمتى ما بتحب. وهي أنا صرت جاهز. وصي، أول ما تحط إجرك بالساهل بتبعت لي خبر بتطمني، لا تنسى. إذا الله راد، ارميه على الله. معلم جبل، ما حدا فيكم يتحرك، دارك محاصر كل الحي وعارف إنكم جوا. جبل شيخ الجبل، سلم نفسك، ما في داعي للمواجهة، المكان محاصر بالكامل، بنصحك سلم نفسك. جبل شيخ الجبل، سلم نفسك. جبل شيخ الجبل، سلم نفسك، ما في داعي للمواجهة، المكان محاصر بالكامل، وأي حركة رح تقوم فيها رح تعرض حياتك وحياة يلي معك للخطر. بنصحك سلم نفسك. أي مي، أهلين، كيفك؟ خير، شو في؟ كيف؟ أي معك
لحظة، أي تليفزيون اللي قال؟ إيه إيه، أوكي، مرة أخرى تنشط وحدات الهيبة ليعود مسلسل جبل شيخ الجبل من جديد. معنا الزميلة إليان ستوافينا بتفاصيل الحدث من هناك. مساء الخير أيمن، تفيد الأخبار إلى أن مدعو جبل متواجد منذ بداية حصاره ببيروت داخل هذا الحي الشعبي الذي تعود أصوله إلى العائلة نفسها، وهناك معلومات أن العائلة بأكملها متواجدة في الداخل حاليا. مثل ما شايفين مشاهدينا لقد بدأت رشقات الرصاص من داخل الحي الشعبي. هل تعتقدين أن هناك أي احتمال لبدء اشتباك ناري بين الجهتين؟ زميلة إليان، ربما فقدنا ربما الاتصال معك. يلا هات البارودة يلا. خالد وبلال وبتنبهوا على كل الشباب يوقفوا قواس. طيب اذا الدرك قوس شو بنعمل معلم؟ ولا رصاصه بتطلع من عنا الا ما انا اقول لكم. يلا طير. ولا اي تصريحات، عملوا معروف، خلصنا، عملوا معروف، روقوا، ما في ولا تصريح. تم القبض على جبل شيخ الجبل. شو خطورة الوضع داخل الحي؟ في طرق، في صوت رصاص كتير قوي من جوا. بس أعطيه تعليماتك، خلينا نخلص. اوعك ضرب واحد من عنا بتفتح جبهة أكثر من هيك. ننطر لهم يصفونا واحد واحد. حسام بعتذر سيدنا، بس بتهيألي هاي آخر فرصة لإلنا. هدول عم بيجرجرونا لحتى نفتح معركة معهم، ونحن لازم ننتبه. بس هن بلشوا كلها رصاص بالهواء، بأي عرس عندهم بيقوسوا أكثر من هيك. شايف؟ بلشت المسج توصل. أعطيه أوامرك ليقطعون الاتصالات عن كل الحي، ما بدي يتواصلوا مع أي حدا. حاضر. ثروت وين رايح بهالليل؟ مش رح طول. أو أجر تعبك وشغلك، وهاو كرمال تسكر تمك وتنسى اللي صار. ليش وصار؟ ياسين شايفة لهاي؟ إذا بتفتح طمك بحرف بحطها بنص راسك. خاي أنت شو بدك مني؟ أنا لا بعرفك ولا بتعرفني. سلام. لك أني ما بعرف كيف بتوثق بهيك زلمة. مثل ما انت خفت يشوفك وتخبيت، هو كمان رح يبعد عنا سفر سنة. ومين قال لك اذا انكمش ما بيقر علينا؟ بعد ما ينكمش جبل واخوه او نسمع خبرهم ما رح يصير الا كل خير. سامي انا كنت معك بكل شيء، هاي القصة فيها قطع روس. ما في غير روسهم رح تنقص يا قرابتي. انت بتعرف هيك عملي عندهم شو قصاصها؟ شاهين ابن عمهم وعرق عينهم قتلوا برصاصك رامي هيك عملي. ونحن أمام الشاشات عم نشوف الحصار على المطلوب جبل شيخ الجبل. يعني هناك آراء مختلفة عن مطالب جبل. برأيكم دكتور بأي منطق أو وجه حق يطالب الخارجون عن القانون جلوس مع السلطة من الحوار معه؟ خاصة أن ظاهرة الخارجين عن القانون أصبحت تتخذ عدد من الأشكال المنظمة،
بقصد يعني المتمثلة بأشكال الإرهاب والإجرام وغيرها لتحقيق أهداف ومقاصد أغلبها غير مشروعة. فهمتي لنا شو قصة هالزلمة؟ ما بتخدم إلا مصلحة مرتكب لهلأ ماشي نفس القصة اللي بتعرفها. قصتك معه بتعرفي كنت جاي ومتوقع انك عم تحضري. كل البلد عم يحضر. نور انت فاهم علي. يا الله ردوا ردوا. الو امي 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 شو عم بصير عندكم؟ اخواتي كيف ليش ما عم تردوا على الموبايل؟ ليكم كلهم حوالي. لا امي كلنا بخير ومناح. ها انو طلعنا؟ اي ما لحقنا نتزحزح. لا اصحك شو فهمك اخوك اليوم؟ لا تخافي ما رح يصير شيء. بعدين حتى لو صار انت شو فيكي تعملي؟ خلاص امي الله بيدبرنا وما بيقطع فينا. ايه الو نقطع الخط. سخر لوين رايح؟ سخر من كبير الا ما تطلع. سخر سخر شو سخر سخر لعمل بدنا نضل صافنين. عمالك 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 جابوني. صخر هيدي المشكلة مع الدرك بدنا نروق لنعرف شو بدنا نعمل. جبال جبال شو بنضل ناطرين لحتى يفوتوا يلقطونا واحد واحد؟ ما حدا اللي بيقدر ياخذ خطوة جوا وأنا عايش. روق خلينا نفكر. لك كل عمرنا بنعلق معه شو يلي تغير؟ ما تغير شي يا أبو علي بس أنا بشوف إنه بعد ما وصلنا لهون. شوف يا أبو طلال القصة هاي كبرت وإنت عملت اللي عليك. ما قصرت أنت معنا وربي من لما حطينا إجرنا بهالحارة بس أنا خلص ما عاد فيني أتحمل. شو هالحاكي يا جبل؟ اللي بصير عليك بصير علينا. يا أخي اسمعني أنا شغلتي مشربكي ما بدي دخلكم فيها. انتوا ناس عايشين بهالحارة من سنين عمره ما حدا منهم التكشكن ولا قرب منكم ولا حكى معكم كلمة. ما بدي اياكم تهدوا اللي عمرتوه معهم من سنين. في احكي يا جماعة قول. نحن صرنا حافظينهم وبنعرف هاي قصص كيف بتنحل. هول الجماعة حاطيننا براسهم ما بتنفك لياخدوا كبش فدا. شو بدك تقول يا ابو علي كمل. اذا بتخلوني بطلع أنا وبسلم حالي وهيك بيكونوا فرجوا العالم والتلفزيونات وبتبرد القصة وبعدين بيحل ألف حلال. هذا ما حل يا أبو علي وربي ما حل. راح ياخدوك ويضغطوا علي أكتر. شوف يا خي شوف كل هاي المشاكل اللي أنت فيها أنا سببها. لولاي لنزلت لا أنت ولا أمك على بيروت ولولا العملية والمشفى ما كنا وصلنا للي نحن فيه هلا. فلهيك اسمع مني وخليني هلا بطريقتي. وانا عم قول ما حدا اللي خلقه الله بيتحرك وما حدا بيحكي حرف واحد. لا يا جبل الاول اولك والشاور شاورك. اذا فايت بالك شيء نحن بننطر لانت تقول لنا تحركوا.
هلا هني ناطرين بر حدودهم بيعرفوها، ما حدا بيسترجي يحط اجره جوا. بدك ننطر معهم لنشوف شو مطالبهم واذا في حل تاني معهم، وبدك هلا بكلمه وحده نعلنها حرب. شاطنا مليانه وبوريدنا عزنون، وهي عم بحكي عن كل العالم اللي برا. دمنا عم يغلي ورواحنا على كف. هذا الحي حي كل رجال رجال، والله والجميع شهود على كلامي.